مصرف الرافدين يعلن منح قروض 50 مليون للمواطنين للبناء في قطعة أرض. السلام عليكم، تحية طيبة لكل من يتابعني، وياكم عباس علي. قبل بداية الفيديو أتمنى الكل يشترك بالقناة ويفعل جرس التنبيهات ويحط لنا لايك للفيديو، واللي يريد قناة التليجرام ننشر بها الأخبار العاجلة والمهمة أسرع من اليوتيوب، رابطها ينزل للتعليقات، يلقى الرابط مثبت يروح يشترك بيها. مصرف الرافدين يعلن منح قروض 50 مليون للمواطنين للبناء في قطعة أرض. أعلن مصرف الرافدين عن منح قروض 50 مليون دينار للمواطنين لغرض البناء في قطعة أرض سكنية باسمه. وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان أنه تقرر منح 50 مليون دينار للمواطن للبناء في قطعة أرض سكنية باسمه على وجه الاستقلال أو بالاسم المشترك بموجب سند حديث الإصدار ومزود بتأييد من دائرة التسجيل العقاري المختصة وصحة صدور السند ليتم رهنه لصالح المصرف. إذن السند يتم رهنه لصالح المصرف لحين تسديد كامل المبلغ. واشترط المصرف تقديم خارطة وإجازة بناء باسم المقترض الذي يروم البناء في قطعة الأرض. هذا كان خبرنا اليوم. إذا عندكم أي سؤال أو استفسار تقدرون تكتبوا لي بالتعليقات، أو اللي يحب يراسلني على فيسبوك وإنستغرام الروابط كلها مثبتة بأول تعليق، ونشوفكم بالفيديو الجاي. في أمان الله.